للنادي الاهلي. فوز منطقي اه، بس احنا من بقالنا فتره كبيره قوي متعودين على اداء معين من النادي الاهلي. اعتقد ان الغيابات النهارده كانت مخليانا كلنا بنطمع ان احنا نكون في نفس الاداء وفي نفس الشكل حتى في الغيابات. يعني قلنا ان اللاعب اللي بيبقى موجود او بيتمرن في النادي الاهلي التمرينات بالنسبه له هي ماتشات الاشتراكات، كل واحد بيتمنى ان هو يكون موجود في المباريات عشان يثبت ان هو المستوى الاول وان تقدر تعتمد عليه. كان في تاخير شويه من بعض اللاعبين زي محمود وحيد وعمار حمدي وياسر ابراهيم في الدخول جوه الاداء اللي هو تحس بيه ان هم فعلا قاعدين تحت الطلب في اي وقت، يقدروا يشتركوا في اي وقت. بس في الشوط الثاني ابتدت الحالات دي بعد التغييرات اللي عملها وحصل كومبينيشن جديد خالص في الملعب يقدر يخليك تعتمد على السرعات وبناء السرعات اللي حصلت من ناحيه اليمين وناحيه الشمال. يمكن كنت انا وانت بنتكلم على محمود وحيد بالذات، يعني ان احنا عايزينه يخش بسرعه الفتره الجايه، المفروض هو اللي هيكون حامل المنافسه ما بينه وما بين حسين السيد. هيكون حامل برضه هو الشكل اللي هنعتمد عليه في المباريات الجايه كلنا. فبنتمنى طبعا لما بيبقى في لعيب غايب وبيرجع بنتمنى له كل التوفيق وبنتمنى له ان هو يكون على ارقى مستوى وان هو الفكر بتاعه وفكر المدرب. بس ده طبيعي يا كابتن بلال.